كطلع في واحد السياره حدا قالت لي راجلي 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 وزادت كيضربوه كيزيدوا. على بركه الله مشاهدينا الكرام لازلنا في نفس المصحه، امام المصحه كنتظروا شنو الجديد وشنو اخبار امين اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يهون عليه. كنتسناو معجزه من عند الله سبحانه وتعالى، اما بالنسبه للطب ف يعني امين راه بين الحياه والموت، ندعيو معاه الله يفرج عليه والله يصبر ميمته لان هي مسكينه اللي مألمه ويلي هزت الدقه ديال بصح. ومعنا الاخ ديال امين اللي غادي يعاود لينا اشنو وقع بالضبط، لان كيف ما شفتوا معنا تكلمنا مع الخاله وتكلمنا مع الام والحاله ديالهم مساكن ماساويه ومنهارين والهستيريا ما عارفينش مساكن حتى يوصلوا شنو وقع. امين غادي الاخ ديال امين عفوا غادي يقول لنا اشنو وقع. وكيف ما قلت لكم امين راه واحد الشاب طيب، انا تنعرفو عن قرب وتنعرفو شخصيا، تعاملت معاه عده مرات، واحد الوليد اللي هو خلوق عز عليه خدمته محب الحياه عزين عليه وليداته، ولكن للاسف الشديد هذا الشيء اللي وقع ما كناش منتظرينه كاع. السلام عليكم. بالنسبه لليوم اليوم الاربعاء ماشي البارح، دابا تقريبا 9 ايام مع 8 قل قسم كتوقع واحد البشعة اللي ما تقدرش توصفها. اخ ديالي شك تبع مرتو كطلع في واحد السيارة كيخ كيخ، اي راجل الا ما كانش راجل هذا راه ما يمكنش يخرج عند واحد بغي يعرف شكون هذاك اللي راكب ركبت معاه. وقف في الباركينج، باركينج محل تجاري معروف في الهراويين، الباركينج ديالو دخلات هي تقدات وخرجات ما تما ما عرفتش السير داه معاه. اه هو تا كيبان في الكاميرا بانه جاي كيتقبل ليه السياره ركبات فيها مرتو، كيخرج كيوقف السيد كيضربوه كيزيدوا ما حدا قالت لي راجلي 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 وزادت وزادوا هي وياه ما عرفت فين مشاو وخلاو السيد مليوح تما دماياتو مسكين كتشرشر دمايات كيطاح كيمغيب. شنو كان كيعاود لك امين؟ امين ما كانش كيعاود لي، كنت كنحس به كانوا عنده مشاكل ولكن ما كانش كيعاود لي بزاف. كنتي كتحس به معذب، كنتي كتحس به ما مرتاحش في دارو. امتى شفتي اخر مره؟ اخر مره شفتو يوم الاحد، يوم الاحد كنت شفتو، ولكن حنا اليوم الاربعاء اتصال كان بزاف، كل ساعه كل نص ساعه كل دقيقه كنتعيط انا وياه. وقبل من الحادثه تقريبا نكون مع السبعه الله رب السبعه دويت معاه قبل بساعه. شنو قلتو؟ عادي كندوي هذاك الشيء مع الاخ ديالو، سولوه كي داير مسكين كيقول لي راه ولدي دخلته المدرسه هادي كيتقاتل اي حاجه كيديرها على ولادو. هذاك الشخص اللي كان معاه قدم راسه هو وياه، قدم راسه حتى الغد ليه هي قدمت ديك الليله، هي قدمت يدها حيت جا خبر بان الشرطه كتقلب عليها، والشرطه ديال الساعه ما كانوش خبرهم. الشرطه غادي غير باش يعلموها بان الزوج ديالها راه دار حادثه سير. ايوا ديالي وحيد، اخ ديالي با فيه كل شيء، كنعتبره صاحبي في اي حاجه كنعتبرها. هي قدمت يدها قدمت راسها لشي 12 الليل، والحادثه وقعت مع 8 قل قسم، حتى مشاو مسحوا داك الشيء اللي في التليفون وداروا عاد هو وفكروا شنو يديروا. هو قدم راسه قدم راسه حتى الغد ليه، اعترف هوايا قال لهم بانني عندي مع علاقه بشحال هذه، هي كتقول بانها اول مره. وهادشي بطبيعه الحال راه باش نكونوا واضحين وعارفين بان ولو تمسح الميساجات ولو تمسح الاوديوات راه الخبره على الهواتف راه ممكن انها تجبد الميساجات والاوديوات ولو يكونوا في سنوات. الحمد لله عندنا شرطه علميه وتقنيه وعندنا شرطه الكترونيه اللي من الخبره ومن الكفاءه ومن النزاهه انهم تيقدروا يجبدوا بحال هاد الامور هذه. الحمد لله كاين القانون الحمد لله هي تم اطلاق السراح ديالها من المحكمه ولا من عند رجال الامن؟ من الاول هي مطلوقه من الاول. يعني حنا تنعرفوا ان في مثل هذه المواقف كتكون استشاره مع النيابه العامه، ضباط الشرطه القضائيه كيستشروا، وبالتالي واش غتقدم في حاله صراح ولا غتقدم في حاله اعتقال. تقديمها في حاله صراح لا يعني انها تبرأت من القضيه، حيت التقديم في حاله صراح هو حق يجوز لاي واحد، اي واحد ممكن انها تقدم ولو يكون داير جريمه قتل يقدر ان
النائب يكون يرتئي ان هذا يتقدم لي في حاله صراح. اذا ماشي اي واحد تقدم في حاله صراح وما خداش حراسه نظريه نقولوا صافي هذا فلت من العقاب، راه ما ياخذش العقاب ديالو. هذه خصك تعرفها، راه الكاردا في راه يقدر واحد يكون داير شي جريمه ويستشروا، لان الحريه راها مقدسه وليست مدنسه. دائما تيشوفوا النيابه العامه تيقول لك اذا شكت اعتقلت، ولكن المحكمه اذا شكت براءت. شوف اشنو شافت النيابه العامه اللي خلاتها انها تقول لهم هذيك السيده ما تنزلش الحراسه النظريه، ولكن هذا لا يعني على انها بريئه، انها بريئه من هذا، لان كاين متورطه. السيده كانت راكبه في الطوموبيل مع السيد، اعترف ان عنده علاقه وانهم ضربوه وهربوا، كاين الفرار، كاين عدم تقديم مساعده لشخص في حاله خطر، كاين علاقه غير شرعيه لواحد السيده متزوجه. يعني هذا الشيء كله تيخلي ان السيده تكون مدانه. ايوه على الاقل كانوا غير يوقفوا لذاك السيد، يوقفوه يوقفوه يعاونوه، يقدموا لي غير هذا المساعد يجيبوا غير لومبيلونس، كون ما يوصلش ما بين الحياه والموت. ولا غير توقف كاع ما تضربو ما يضربك، وقف السيد انا ركبتها طلبتني، اولا كاع يجيو البوليس ويلقاو كاع عندك مع علاقه كاع، وسيري للحبس كاع قضي فيه المده السجنيه ديالك، وهذا الولد ما يطراش له هذه الحاله هذه. شنو بغيتوا؟ شنو بغيتوا معاك؟ بغينا الحق، الحق هذا اخ ديالي ما يمشيش. امين ما دواش مني، امين ما يدويش، امين ما عندوش كيفاش يدوي، دماغه واقف، ماشي واقف، مات دماغه، مات. هادشي اللي كيقولوا الاطباء، دماغه مات من الضربه، ملي دخل دماغه ميت. وانتوما متو معاه؟ احنا متنا من انتوما راكم، ملي قالوا لنا راه دماغه ميت راه ميت. انا مامتك مسكينه كتقول لك كي غندير ولدي دابا شوفي كي داير، ومني غيكون ملي غيموت مسكينه. حسن عوانه، حسن عوانه، شنو الرساله ديالكم اليوم اللي بغيتي؟ الرساله ديالي طلب من سيدنا نصر الله ملك البلاد والسي الحموشي والمسؤولين، والحمد لله راه كاين، حنا ماشي في غابه، لا حنا ماشي في بلاد السيبه، حنا ماشي في بلاد السيبه، حنا في بلاد القانون الحمد لله. هادشي اللي تبارك الله عليك ولدي، وان شاء الله غادي تاخذوا الحق ديالكم. مشاهدينا الكرام، كنا مع الاخ ديال امين اللي كنتمناو شي معجزه من عند الله سبحانه وتعالى انه يفيق وانه يرجع مسكين الصحه ديالو. لذلك الحين مشاهدينا الكرام نختم معكم، اكيد غنوافيكم التفاصيل في هذه الجريمه البشعه. الى اللقاء في بث اخر باذن الله.